متمرسين مناضلين قادرين على رفع التحديات إلى غير ذلك. إذن التقرير الأدبي أو بعجالة لأن فقط يعني حاولت أن نسجل أبرز المحطات وقسمت هذا التقرير الأدبي إلى شقين أو ثلاث يعني الجانب النضالي والجانب الإشعاعي والتنظيمي. على مستوى المحطات النضالية أو الجانب النضالي فقد سجلنا الحضور، يعني هذا ربما غير فقط للتذكير بهذه المحطات لا غير، أما هو يعني بشكل عام فالجامعة الوطنية للتعليم كما عاهدها منخرطوها ومناضلوها وكما عاهدها حتى الرأي العام هي حاضرة في جميع المحطات ولم تتغيب في يوم من الأيام ولا في محطة من المحطات، سواء تعلق الأمر بالمحطة المحلية أو المحطات الجهوية أو المحطات الوطنية. يعني هذا كان هو السمة البارزة. فقط أذكر بهذه المحطات، كان الحضور أولا في الإضراب المسيرة الوطنية 6 أبريل 2017، معركة ضحايا الحركة الوطنية الانتقالية لحصاد التي رافقها اعتصام حضور ومواكبة وقيادة لهذا الاعتصام طيلة شهر يوليوز في 2017. مدينة قرون الرفاق هذه المحطة كانت انتهت بمسيرة إقليمية من مديرية العرائش إلى العمالة يوم 25/7/2017. وطبعا الحضور الجامعة الوطنية للتعليم لم يكن حضور ديلي، إنما كان حضورا قياديا، حضورا نوعيا، وحضور من باب يعني التعاطي المبدئي. حضور إذن في المسيرة الوطنية أيضا لليوم العالمي للمدرس 5 أكتوبر 2017 التي كانت قد نظمت في الرباط، الإضراب الوطني 29 أكتوبر 2019، الإضراب الوطني أيضا 23 مارس 2018 مع مسيرة وطنية، المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم 12 يونيو 2018 بالمديرية الإقليمية، تجسيد وقفة احتجاجية يوم 5 أكتوبر 2018 بمناسبة اليوم العالمي للمدرس بالمديرية الإقليمية للعرائش. طبعا هنا كانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي هي الجامعة الوطنية أو هي النقابة الوحيدة التي دائبت على تخليد هذا اليوم العالمي للمدرس بوقفة احتجاجية للمديرية قبل أن تتبنى أو يتبنى المكتب الوطني مسألة تقليد هذا اليوم عبر إما مسيرة أو شكل من الأشكال أو إضراب وطني أو شيء من هذا القبيل. ولكن كان الجامعة الوطنية للتعليم في العرائش السبق في تقليد هذا اليوم والمواكبة، ويعني أصبح عرف لدى الجامعة الوطنية للتعليم في العرائش كل 5 أكتوبر، يعني كل سنة أو كل موسم دراسي كنا نخلد هذا اليوم بوقفة احتجاجية، على الأقل إذا لم نكن بمقدورنا الدعوة إلى إضراب إقليمي، على الأقل كنا نخلدها عبر وقفة احتجاجية للمديرية الإقليمية للتندير بأوضاع نساء ورجال التعليم والشغيلة التعليمية. وطبعا التقط أو عبر توصيات وعبر مجموعة من الآليات تواصل معنا المكتب الوطني وبدأ أول آخر يخلد هذه الذكرى عبر دعوة إضراب أو مسيرة أو شيء من القبيل. الحضور والمشاركة أيضا في الوقفة الاحتجاجية يوم 22 دجنبر 2018 بمقر الأكاديمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، التعبئة والمشاركة القوية في إضراب 3 يناير 2019، وهذا كان إضرابا مشتركا مع الإفديتي والسيديتي، الإعداد والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم 3 يناير 2019 بالموازاة مع إضراب طبعا الوطني في فترة كما قلت الإفديتي والسيديتي، التعبئة والمشاركة في الإضراب لأن هذا الإضراب كان إضرابا وطنيا وعلى هامشه قمنا بتجسيد وقفة مشتركة. للأسف الشديد كان الجامعة الوطنية للتعليم هي التي حضرت، الأطراف الأخرى حضرت تمثيليات فقط، بينما كان إنجاح الوقفة من طرف رفاق ورفيقات الجامعة الوطنية للتعليم بحضورهم المبدئي والدائم في هذه المحطات وغيرها. التعبئة أيضا ومشاركة في الإضراب الوطني اليوم 20 فبراير 2019، وهنا كذلك أشير إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم في العرائش كانت هي السباقة للدعوة لتخليد ذكرى 8
حركة 20 فبراير وانتفاضة 20 فبراير المجيدة عبر الدعوة لهذا الإضراب والوقفة الاحتجاجية بالمديرية الإقليمية، والذي طبعا تم تبنيه لاحقا من طرف المكتب الوطني والدعوة لإضراب وطني عام. وفي نفس الوقت كانت هناك وقفة احتجاجية بالمديرية الإقليمية إذن 20 فبراير 2019. التعبئة القوية والمشاركة المكثفة في الإضراب الوطني اليوم 13 و 14 مارس 2019 رفقة التنسيق الخماسي، إذن هنا أمام التنسيق الخماسي اليوم تي والسي دي تي والإف دي تي والإي جي تي إم. المشاركة القوية في مسيرة المفروض عليهم التعاقد عشية وصباحا اليوم 14 مارس، لأن في 14 مارس على المستوى المحلي الذين يتذكرون هذه المحطة كان هناك انقسام، بعض واحد النقابة دعت إلى تخليل هذا أو يعني على هامش الإضراب الوطني 14 مارس الدعوة إلى وقفة احتجاجية بالمديرية صباحا، وكانت المفروض عليهم التعاقد أو التنسيقية الإقليمية دعت إلى مسيرة مساء انطلقت من أمام مديرية أمام مركز تكوين الأساتذة التعليم الابتدائي، وكنا طبعا حاضرين في الوقفة صباحا في المديرية، والتحقنا أيضا بالمسيرة مساء في التي انطلقت من مركز تكوين الأساتذة التعليم الابتدائي وانتهت بساحة التحرير الذين يتذكرون هذه المحطة. التابعة أيضا والمشاركة المكثفة في الإضراب الوطني لأيام 26-27 مارس 2019. المشاركة المكثفة أيضا في الوقفة الاحتجاجية رفقة التنسيق الخماسي المديرية الإقليمية مع الإضراب الوطني قلتها 26-27-28 مارس، وكان الوقفة للمديرية لهذا الخماسي 26 مارس. طبعا كانت الكلمة والشعارات وقيادة لهذه الوقفات وهذه المعركة كانت من قبل الجامعة الوطنية للتعليم، أنا ما تكلف بالتنسيق وبالقيادة وبإلقاء الكلمة وغيرها، والرفاق تكلفوا بالشعارات، بمعنى كان حضور وازن وقوي للجامعة ولمناضليها في هذه المناسبة. المشاركة أيضا في الذكرى العمالية العالمية يوم 1 ماي 2019 رفقة السيدتي، بمعنى حيينا اليوم العالمي للعمال فاتح ماي، رفقة النقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية الشغل برحبة الزرع، وكان الحضور أيضا قويا من قبل الجامعة الوطنية للتعليم. المشاركة أو التعبئة والمشاركة في المسيرة الوطنية FNE بمناسبة اليوم العالمي للمدرس يوم 6 أكتوبر 2019 بالرباط، الحضور في كل الأشكال النضالية التي جسدتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وخاصة معركة ليلة مقتل أو يعني اغتيال الرفيق أو المناضل عبد الله حجيلي، مناضل حقيقة شهيد التنسيقية الوطنية المفروض عليهم التعاقد. كانت الجامعة الوطنية حاضرة على المستوى الإقليمي، وقبلها كانت أيضا حاضرة في معركة في ليلة 24 مارس 23 مارس، يعني صبيحة يوم 23 مارس وصبيحة 24 مارس اللي بقينا هناك مجموعة من الرفاق تقريبا إلى نهاية الشكل صباحا، وكان هناك تدخل وقمع وغيرها من الكر والجذب إلى غير ذلك. تجسيد إضراب أيضا 29 نوفمبر 2019، إضراب 29 يناير 2020، إضراب 20 فبراير كذلك، والحضور في مسيرة الأقطاب بطنجة 20 فبراير 2020 السنة الماضية، حضور الوقفة الاحتجاجية للتنسيقية المقصية من خارج السلم يوم 25 فبراير 2020 بالمديرية الإقليمية. هذه أبرز المحطات التي طبعا جسدتها الجامعة الوطنية للتعليم المكتب الإقليمي وإقليم العرائش، ناهيك عن الحضور في جميع الأشكال وجميع الوقفات والاحتجاجات التي نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد إقليم العرائش بالمديرية الإقليمية أو خارج المديرية الإقليمية، يعني هنا كوترو كامينيو ذاك شي مرة في كوترو كامينيو، وبعض المرات أمام مركز التكوين إلى غير ذلك. على المستوى الإشعاعي ربما إذا غفلت شي محطة ربما الرفاق في المكتب الإقليمي يعاودوا يذكروا بعد ما ياخذوا الكلمة. على المستوى الإشعاعي استطعنا فقط تنظيم ندوتين فكريتين حضرها
الرفيق الكاتب الوطني عبد الرزاق الإدريسي. كانت الأولى 21 يناير 2017 كانت حول مجانية التعليم، والثانية كانت يوم 16 فبراير 2020 وطبعا راه الملصق حضر، كانت في قراءة في مشروع إضراب ورهان توحيد نضالات الشغيلة التعليمية. هذو هما جوج ديال الندوات أو الندوتين اللتان ربما استطعنا تنظيمهما، ربما نطمح في أكثر أو كان بودنا أن ننظم أكثر، ولكن هذا ما استطعنا فعله طيلة الولاية. طبعا كان بالإضافة لهذا كان المشاركة رفقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش في العديد من المحطات النضالية. 8 مارس الذكرى السنوية لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 24 يوليو، اليوم العالمي لمحاربة الفقر 17 أكتوبر، اليوم العالمي للإعلان عن حقوق الإنسان 10 دجنبر. هذه محطات كنا دائما حاضرين رفقة إما تنسيقا أو الحضور على المستوى الإشاعي. تخليد الذكرى أيضا 23 مارس ببيان مشترك مع العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التقدمية بالعرائش. تخليد أيضا ذكرى 20 فبراير ببيان مشترك مع الفعاليات الديمقراطية والسياسية والحقوقية والنقابية بالعرائش، طبعا خاصة يعني التقدمية منها. تخليد أيضا ذكرى 20 فبراير بشكل مشترك مع الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية، تنظيم ندوة فكرية، هذه الندوة كانت مشتركة وشاركت فيها الجامعة. ذكرى 20 فبراير كانت العنوان ديالها في 20 فبراير 2017، ذكرى 20 فبراير تاريخ الاحتجاج الشعبي بالمغرب الدروس والمآلات، وكانت منظمة ب 20 فبراير 2017 بقاعة بوحنيه، وطبعا كانت الجامعة حاضرة من خلال كانت لدي مداخلة. حضور المؤتمر التجديدي أيضا للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات بالمغرب مقامة أيضا بقاعة بوحنيه. هذه بعض المحطات الإشعاعية التي كانت تبرز فيها الجامعة الوطنية للتعليم، وكانت تحضر وتدلي برأيها وتصورها إلى غير ذلك. على المستوى التنظيمي، لحدود اللحظة عقدت الجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديمقراطي على المستوى الإقليمي 5 مجالس إقليمية لحدود اللحظة، وحضرت في مجلسين جهويين بطنجة. طبعا اخر لان التقرير تقريبا كان ساقوم كاين واحد ملحق بمعنى من 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 نهايه من بدايه الحجر الصحي الى حدود اللحظه، يعني غير مسجل في هذا التقرير، انا نحاول نرجع ليه لان المناسبه هي ان هاد المجالس الجهويه راه حضرنا مؤخرا في مجلس جهوي عن بعد. طبعا هاد المجلسين الجهويين اللي تحدث عنهما هنا هما كانوا حضوريا، مجلس جهوي بطنجه 2018 وبالشاور 2019، وطبعا اخر عن بعد هو اللي قلت قبل قليل. تاسيس استطعنا ايضا تاسيس 6 لجان للمؤسسه التي استطعنا تاسيسها لحدود اللحظه، عقد اجتماعات دوريه كلما دعت الضروره لذلك، اجتماعات دوريه وكلما دعت الضروره لذلك مع تفاوت على مستوى حضور او الحضور بالنسبه لاعضاء المكتب الاقليمي. الحضور المتباين هذا سجلناه على المستوى التنظيمي، حضور المتباين الأعضاء في الأشكال النضالية التعبئة والمحطات التنظيمية التي شاركت فيها الجميع، بمعنى ما أن أعضاء المكتب يعني كنا 9 ولكن وقع مجموعة من هناك من انتقل، هناك من ربما لظروف معينة لم يعد فعلا كما كان في البداية، وبالتالي حتى المستوى الحضور الميداني والحضور الأشكال التعبئة والمحطات التنظيمية لم يكن يعني بشكل يمكن أن نقول عنه 100%، يعني كان تفاوت في هذه العملية. هناك من حضر بنسبة تكاد تصل إلى 100%، ولكن هناك من تخلف عن بعض المحطات. التواصل مع نساء ورجال التعليم والعمل على استقطاب طاقات مناضلة جديدة، والتواصل أيضا مع المخرطين الجدد سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي على مستوى الملفات المطلبية أو الملفات عفوا النقابية. فقد تابع الفرع أو المكتب الإقليمي أكثر من 80 ملفا نقابيا، واستطاع حل تقريبا 90% من الملفات خاصة الفردية التي طبعا توفر على أسماء كل الأساتذة والأستاذات المعنيين بهذا الشأن سواء كانوا منخرطين أو غير منخرطين، بمعنى هذه ربما قد تعاب علينا، ولكن هذا هو
هذا هو خط الجامعة الوطنية للتعليم. احيانا نتبنى وندافع ونرافع على ملفات نساء ورجال التعليم وغير منخرطين معنا بالنقابة، وقد ياخذ منا هذا وقتا كبيرا وجهدا، وفي نهاية المطاف لا ينخرط او لا يلتحق هذا المعني بالامر، خاصة اذا فشلنا في حل ملفه، لان وهذا النقاش ربما يمكن نقاش اخر، لان عملية التعاطي مع النقابة وماذا تعني النقابة بالنسبة للمنخرطين وماذا تعني النقابة بالنسبة للنساء ورجال التعليم، هذا سؤال يجب نقاربه ربما في ندوة أو في مائدة مستديرة أو في عرض أو في شمال قبيل، أن هناك للأسف شديد تعاطي انتهازي. هناك من ينظر الجامعة الوطنية للتعليم بحال ذاك النقابة النية، النقابة اللي ساذجة، يكفي أنك تتصل بالكاتب الإقليمي أو تتصل بأحد مناضليها سواء كنت منخرطا أو غير منخرطا لكي يشمر على ساعدي السعيدي ويتحرك لكي يتواصل مع المدير الإقليمي مع رؤساء المصالح أو مع السادة المديرين ليتدخل من أجل حل حالات الملف، وتحل العديد من الإشكالات في هذا الجانب، وقد لا ترى من هذا الأستاذ أو الأستاذة أي شيء، حتى ربما أحيانا حتى الشكر لا نتلقى، حتى ذاك شكرا أستاذ راه تحل المشكل راه ما تقولها لكش بعض الأساتذة للأسف الشديد. وهذا احنا هكا دايرين، ما عرفش، يمكن سذجين، يمكن نيه، يمكن بلديين، يمكن قدامين، ولكن نعتقد ان هذه هي مبدئيتنا. نحن ندافع عن الشغيله التعليميه بغض النظر منخرطين او غير منخرطين، يكفي ان يكونوا مظلومين، يكفي ان يكونوا يعني على حق. مراسلات ايضا المديريه الاقليميه، اكثر من 3 مراسلات حول السكنيات المحتله التي لا زال جزء منها لم يجد طريقه الى الحل، تدخل لتقديم الاستشارات القانونيه لدى العديد من النساء، وهذه كذلك ايضا خدمه، ولكن احيانا كذلك لا نتلقى حتى الشكر على ازائها. يعني يتواصل مع استاذ او استاذه لديه مشكل، يبحث عن حل، عن مدخل، عن ما الذي يجب ان يقوم به، فتقدم له استشاره وتقدم له يعني مشورة وتعطيه مذكرات، أحيانا تحيله على نصوص وتقترح عليه حلولا أو خطوات يجب أن يقوم بها، وطبعا تأتي كل هذه الخطوات وهذه التدخلات، ولكن حتى الشكر أحيانا لا نتلقاه من طرف نساء ورجال التعليم. التدخل أيضا لحل العديد من المشاكل التلاميذ، يعني عندما نقول أن الجامعة الوطنية للتعليم تدافع أو شعاره هي الدفاع عن المدرسة العمومية والوظيفة العمومية، فهذا ليس فقط كلام نجتره كلما كانت المناسبة أو غيرها، وإنما هناك تدخلات عملية، لأننا نعتبر أن التلميذ هو جزء من العملية التعليمية التعلمية، هو حجر الزاوية، وبالتالي الدفاع عن الخدمة العمومية يجب أن توفر له مجموعة من الشروط، وهنا تدخلنا كان يكون يتم عبر 3 محطات بالنسبة للتلاميذ، إما على مستوى الاستعطافات، يعني هناك بعض التلاميذ يظلمون وبالتالي يحرمون بسبب ربما أهداف سياسوية أو تدخل الجانب السياسي في المؤسسات التعليمية في بعض المناطق، يحضر الهاجس ديال هذا تلميذ ابن هذا الشخص، وهذا يتم الضغط من أجل ألا يتم حرمانه من حقه في الاستعطاف. وهنا كانت سابقة ربما هي أحمد الراشدي، كانت تتذكر واحد من السنة 17 تلميذ منعوا من حقهم في الاستعطافات مع انهم كانوا يستحقون ذلك، وتدخلت الجامعة الوطنية للتعليم. هذا فقط غير رقم، ولكن كاين ارقام كثيرة جدا. تدخلنا لدى المدير الاقليمي ولدى نعم هذا راه مازال راسخ في الذاكرة، لانه كان دار ضجة انذاك، رغم اننا احيانا قد يكون موقفنا ضد بعض اراء الاساتذة داخل المؤسسة، ولكن نحن دائما ننطلق من المسلمة أن التلميذ مكانه الطبيعي هو المدرسة، استثناء هو أنه خارج المدرسة، أما المكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة، ويجب أن توفر المدرسة آليات لتربيته وتوجيهه وإعادة، يعني إذا كان منحرف أو شيء يجب أن تقوم على أقل حدود الإمكانات المتوفرة لديها، وألا تكون هي السبب في إلقائه إلى كفريسة في الشارع وغيره. كذلك تدخلنا على مستوى النقل المدرسي بالنسبة للتلاميذ، وهذه السنة كنا مشاكسين بشكل قوي جدا على مستوى حق التلاميذ في الداخليات، فتح الداخليات و
دور الطالبة للأسف الشديد، للأسف الشديد ونقولها بمرارة، أن كاين تنسيق خماسي. عندي مراسلة ديال التنسيق الخماسي، ما عرفتش كيفاش طاحت بين يدي، لأن المفروض أنا تحطت في مكتب الضبط. وهذا التنسيق الخماسي مشكل من 5 نقابات باسم نقابات لجان المؤسسة داخل ثانوية مولاي محمد عبد الله الكيجيري. تدخلوا لدى راسل المدير الإقليمي من أجل عقد جلسة لحل المشاكل داخل المؤسسة، ولكن أثناء الاجتماع طرحوا عليه حلولا، وبالحرف قالوا له: نحن نقابات نبحث عن حلول وعن مساعدة الإدارة والمديرية في حل المشاكل، ولسنا نقابة نبحث عن تجيش التلاميذ من أجل الاحتجاج وتجيش السكان من أجل الاحتجاج. ونحن في الجامعة الوطنية للتعليم كنا تلقينا مراسلة من طرف عريضة من طرف مجموعة من آباء، خاصة ديال بني عروس وبني قرفط، آباء لتلاميذ يعني داخليين، وعريضة من طرف تلاميذ. وتدخلنا كجامعة وطنية للتعليم، وتدخلنا في مناسبة أخرى كجامعة وطنية للتعليم رفقة الجمعية المغربية الخمسان فرع العرائش، من أجل إيجاد حلول لهذا الملف وفتح الداخلية إسوة بباقي الداخليات الموجودة خارج جهة طنجة تطوان الحسيمة. فكان طبعا الرد المديرية الإقليمية هو الرفض، وغالبا كانوا يستندون على دعم هذه النقابات للأسف الشديد. لأن يعني عندما تدخل الحوار وتقول بالحرف أنت نقابة، طبعا من حقك أن تدافع عن ملفاتك المطلبية، ولكن لا يجوز أخلاقيا أن أتذكر أو أذكر نقابة وكأن الاحتجاج والنضال من أجل الحق أصبح جريمة. والدليل دابا ما نراه في زيو وغيرها، فالنقابات ربما أو بعض منها للأسف الشديد لم يعد يقوم بالدور ديالو أو الدور المنوط به، تقطير ونساء ورجال التعليم والدفاع عن حقوقهم المشروعة وحقوق أيضا حتى الجزء الكبير من داخل المنظومة التعليمية وهما التلاميذ. إذن تدخلنا لدى المديرية الإقليمية ولدى الجهات المعنية ومراسلة حتى العمالة، ليس فقط المديرية الإقليمية، حتى العمالة راسلناها من أجل إيجاد حل وفتح الداخليات في أقرب وقت، لأن حدود اللحظة راه كاين مجموعة من التلاميذ فرض عليهم مغادرة المؤسسة التعليمية، فرض عليهم انقطاع عن الدراسة والهدر المدرسي، لا لشيء سوى لأنهم لم تفتح في أوجههم دور طالبة والداخليات، وليست بإمكانهم يعني اللجوء لحلول أخرى كالكراء أو آليات من هذه الآليات يعني يمكن توفر لدى الأسر الميسورة إلى حد ما. أما الفقراء وهؤلاء هم أغلبهم من يلجأ إلى المدرسة العمومية. إذن تدخل على مستوى كذلك المنح، تدخل على مستوى المنح، مجموعة من التلاميذ حرموا من حقهم في المنحة، وتدخلنا لدى العمالة ولدى المديرية الإقليمية، وكان فعلا إنصافهم ومنحهم حقهم في المنحة والاستفادة من المنح. كذلك على مستوى الانتقالات من بعض المؤسسات إلى أخرى، كانت أحيانا بعض التلاميذ يعانون من هذه المسألة، وربما لسبب الأسباب يرفضون تسجيلهم في مؤسسة أو غيرها. كذلك كان لدينا بعض التدخلات في هذا الجانب، وفعلا تمكننا من تسجيل هؤلاء في هذه يعني المؤسسة. من الجائحة إلى هنا، يعني من لحظة الجائحة، من آخر مجلس إقليمي المفروض كان يجب أن يعقد من أجل تجديد المكتب، إلى الآن سجلت بعض الخطوات أو بعض الجوانب التي قمنا بالتدخل فيها. وهي على المستوى النضالي، كان هناك بيان شديد اللهجة خلال الجائحة، وهذا البيان كان من بين ما تضمنه رفض القرارات الصادرة عن الحكومة، خاصة توقيف الترقية والتوظيف، وعن الوزارة الوصية عبر محاولة مأسسة التعليم عن بعد الذي رفضناه ولازلنا نرفض اعتماده كآلية يمكن يعني التغاضي بها أو استبدالها بالتعليم الحضوري، ونعتبر أن التعليم الحضوري مسألة أساسية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نغيرها أو نعوضها بأي نوع من أنواع التعليم، وحتى منطق التعليم بالتناوب وبالنسبة لنا غير سوي وغير سليم وليس ناجحا
لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن الوزراء على مستوى الكتاب المدرسي ليس معدا لكي يكون كتابا يعني يأخذ بعين الاعتبار المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي أو التعلم الذاتي. أغلب الأساتذة والمؤطرين والمفتشين يحاولون الاجتهاد من كل من جانبه الخاص من أجل تنزيل ما يسمى بالتعليم بالتنوع، مع العلم أن الواقع يؤكد أن هذا التعليم بالتنوع أكذوبة، لأن أحسن الحالات نجد أن التعليم خاصة الذاتي هو مطالبة التلاميذ بالقيام ببعض البحوث وإنجاز تمارين، وهذا كان جاريا به العمل في التعليم الحضوري قبل الجائحة. وبالتالي إذا كنا سنتحدث عن التعليم بالتنوع يجب أن يكون لدينا كتاب مدرسي يكون معد لهذا الغرض، حصص التعليم الحضوري وتمارين أو حصص أو أنشطة التعليم عن بعد. في غياب هذا أعتقد أن هذه الدعوات وهذه الهرولة وراء إنجاح وتنزيل هذا الشعار التعليم بالتناوب أو غيرها مجرد إثقال كاهل النساء ورجال التعليم وحتى الآباء والتلاميذ بمهام ربما غير واضحة وغير محدودة. إذا الجامعة الوطنية للتعليم أيضا صدرت بيان لكي تعلن عن موقفها من هذه المسألة. أيضا في بداية الموسم الدراسي صدرنا بيانا حول الدخول المدرسي، كان بيان مصحوب بدعوة إلى وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للمدرس 5 أكتوبر بالمديرية الإقليمية للعرائش، وهذا البيان كذلك أيضا وضع النقاط أو وضع الأسبوع على مجموعة من النقاط السوداء التي سجلناها بإقليم العرائش حول الدخول المدرسي وحول مجموعة من القضايا المرتبطة بالشأن التعليمي. إضراب أيضا في جوج دو جنبير 2020 وإضراب كان وطني دعت إليه الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالموازاة مع إضراب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، و طبعا الحضور في المديرية الإقليمية لوقفة احتجاجية رفقة من خلال تنسيق بين الجامعة الوطنية للتعليم والمكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. إضراب أيضا 30 دجنبر 2020 ووقفة احتجاجية بالمديرية أيضا، بلاغ الدعم والمساندة للتنسيقية غداة إضراب 19/10/11/12 يناير 2021، كذلك بيان تنديدي شديد اللهجة بغزوة لما صار يصطلح عليه بغزوة الكيدار بمارتيل، إضراب أيضا 25 فبراير يعني إضراب إقليمي آخر إضراب دعونا إليه بموازاة مع محاكمة الأستاذ هيثم الدكداك والذي طبعا كان آخر محطة من المحطات النضالية يعني حضرنا فيه كجامعة وطنية للتعليم بقوة، وكانت حضور متميز لا مستوى انخراط الإضراب في مجموعة من المؤسسات ولا على مستوى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي تعرضت للمنع، وبالمناسبة ندين هذا المنع وندين هذا التضييق على الحريات النقابية رغم أنني شخصيا لم أستلم هذا المنع، ولكن هناك منع باسم الجامعة الوطنية للتعليم أنا رفضت استلامه بشكل من الأشكال على شكل مناورة فقط، يعني لم ألتقي بالمقدم، المقدم ظل يرابط أمام بيتي لمدة 3 ساعات ليسلمني المنع، وطبعا أنا ناورت بشكل من الأشكال ولم أستلم هذا المنع، وحتى إذا ما كنا استلمنا المنع فهو نعتبره غير قانوني، النقابة لها تنظيم قانوني تنظيم شرعي لها صلاحية احتجاج هي أكثر من النقابات أكثر تمثيلية، إذا لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن نمنع، خاصة وأننا نتحدث عن وقفة التي حسب المشرع المغربي لا تحتاج لأي إشعار ولا لأي ترخيص ولا لأي شيء من القبيل، وبالتالي لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تمنع لأنه ليس هناك مبرر أصلا، خاصة وأننا نتحدث عن وقفة احتجاجية يحضرها الموظفون. موظفون لهم كامل الأهلية والصلاحية والمهنية والأخلاق لكي ينظم وقفة سلمية حضارية، وبالتالي لا تحتاج لأي شكل من الأشكال يعني الخوف والهلع من طرف وزارة الداخلية أو شيء من القبيل التي بموجبها عمدت إلى منعها، ونحن عرفنا أو علمنا بأن المنع كان الغرض منه هو ترهيب
الاساتذه والاستاذات وثنيهم عن الحضور في الوقفه، وبالتالي على الاقل تقليص اعداد الحاضرين وجعل الوقفه مقزمه وبالتالي غير ناجحه. وهذا ما يعني كذبه الحضور الوازن للاستاذات والاساتذه سواء المفروض عليهم التعاقد او المرسمون في هذه الوقفه التي كانت ناجحه بكل المقاييس، وحضرت فيها الجامعه الوطنيه للتعليم بقوه وكان حضورها ايضا متميزا كما هي عادتها. في هذه المده كذلك عقدنا مجموعه من اللقاءات مع المديريه الاقليميه، طبعا كثيره جدا اهمها يعني هذا هو الذي يهمنا، لان لقاءات كثيره عقدناها وموقفنا كان دائما يعتبر في نظر الاخرين نشاز وغير منسجم مع باقي الاطراف، ولكن هذه هي هذا هو تصورنا وهذا هي خطنا وهذه هي قناعتنا، لا يمكن ان نغيرها الا اذا تغير طبعا الواقع وتغيرت عقليه الاداره وتغيرت عقليه الوزاره وغيرها. انا قلت لقاءين، لقاء مرتبط بالترتيبات امتحانات البكالوريا يعني الجهويه والوطنيه، وهذا كان في نهايه يونيو ترتيبا لهذا او في يونيو اعتقد. وعقدنا ايضا اجتماع موسع حضره الرفيق الميموني خلال غشت في اطار ما يسمى باللجنه الاقليميه ل طبعا حديث عن كيفيه اعداد الدخول المدرسي وغيرها، وفيه كنا واضحين او اختلفنا حول نقطتين مع باقي الاطراف ونذكر بها. النقطه الاولى هو رفضنا لطريقه التوزيع المفروض على التعاقد بطريقه البنكة يلي بنك، ان المناطق الهامشيه والصعبه والوعره هي اللي كنوطنوا فيها كنديروا فيها الفائض بحال البنك ديال الاحتياطي للاساتذه، ومن بعد كنولي نعزل فيهم ونهز هذا ندير هنا ندير هذا لهنا. وطبعا هذه العمليه راها لا تتم بشكل يعني ديمقراطي وشفاف وفيها استحقاق بقدر ما هي فيها نوع من الارضاء وتطيب الخواطر وفي نفس الوقت استغلالها لاغراض اخرى. بمعنى هنا ليس هناك منطق للاستحقاق، والمطلب الذي كنا نطالب به على الاقل نحن هو ان يعلن عن المناصب الشاغره على الاقل في مناطق التي ليست خارج المدينه، على الاقل خارج المدينه يعني مدينه حضريه القصر الكبير والعرائش، على الاقل هذه المدينه مركز المدينه او المناطق التابعه للمسمى بالمناطق الحضريه. ما عدا ذلك يجب اعلان عن المناصب الشاغره وان يرتب الاساتذه بناء على نتائجهم في الامتحانات والتخرج ديالهم من داخل مركز التكوين، وتعطى لهم فرصه وحق في ان يتباروا بمنطق الاستحقاق، وانذاك على الاقل هذا حد ادنى، هذا هو الحد الادنى الذي كان معمولا به دائما مع الخريجين الجدد. المساله الثانيه هي في اجراء والدعوه الى اجراء الحركه الاقليميه التي رفضت الوزاره ورفضت طبعا المديريه ورفضت مجموعه من الاطراف النقابيه اجراءها، وكنا متشبثين بتنزيل مذكره 156/2015 التي تنص بصريح العباره بضروره اجراء الحركه الجهويه والحركه الاقليميه. نحن طبعا في الحوار مع المديريه الاقليميه دعونا الى اجراء الحركه والتشبث بهذه النقطه بالضبط، و رفضت جميع الاطراف الحاضره يعني النقابات الاخرى الخمس رفضت، ورفضت الاداره، وبقي لحدود لحظه محضر اجتماع معلقا ولم توقع عليه الجامعه الوطنيه للتعليم، وقعت عليه الاطراف الاخرى، ونحن رفضنا ان نوقع عليه، وطلبنا على الاقل بان يدرج داخل هذا المحضر موقفنا بشكل صريح و التعليل الذي تقدمه الاداره. الاداره لم تقدم تعليلا بقدر ما قالت بانه ها مواقف النقابات والموقف ديال الجامعه الوطنيه للتعليم قد نوقعوا، حنا رفضنا العمليه. قلنا لا حتى انت كاداره شنو موقفك، لان هنا كاين ما يمكن نسميه اذا رفضت معناها انها هي ضد بند من بنود المذكره الوزاريه، وبالتالي وجدت نفسها في موقع بين حرج ولم تضمن في هذا المحضر موقفها، وهذا اعتبرناه احنا راه غير حتى بالمنطق. يعني انت رفضتي وقع وكتب لك الشيء اللي رفضتي، احنا غنكتبوا موقفنا وانت كتب موقفك وراه وقعوا له. هما رفضوا ان يضعوا موقفهم هناك، وبالتالي احنا رفضنا نوقعوا، ومازال مشى السي كليل ومازال المحضر في رفوف المديريه، ورفضنا احنا نوقعوا عليه بشكل مطلق الا اذا غيروا ذاك الموقف.
طبعا بداية الموسم عقدنا أيضا اجتماع مع المديرية الإقليمية كذلك حول الدخول المدرسي، ومن بين النقاط الحارقة قلت لكم هنا هي ملف ديال فتح الداخليات ومسألة ديال أيضا البروتوكول الصحي. وفي البروتوكول الصحي احنا طرحنا ونعاود نطرحوا مسألة مهمة، وأنه ليست جميع المؤسسات تحترم التفويج وخاصة التعليم الخصوصي، خاصة التعليم الخصوصي. وبهذه المناسبة التعليم الخصوصي فقد تابعنا ملف ديال طرد 4 أستاذات من التعليم الخصوصي من مؤسسة السلام، 3 تنازلوا على حقوقهم، يعني هما تنازلوا ما قدروش يواكبوا، 1 أستاذة تم إعادة الاعتبار لها وتنقيلها إلى مؤسسة أخرى وتشغيلها بعقد يعني رسمي كان المفروض أنها تحضر معنا، وعدت أنها تحضر معنا ما جاتش. عقدنا أيضا لقاء في شهر دجنبر، لقاء ترتيبي اعتقد مع مربيات التعليم الاولي، وهذا ايضا ملف يجب ان نشتغل عليه، ان نتواصل مع هؤلاء اينما وجدوا، لكي لان على المستوى الوطني هناك هيكله لهذه الفئه، وهذه الفئه للاسف الشديد تعاني الحيف وتعاني الظلم وتعاني كانها خدامه في فرمه من طرف جمعيات او من طرف بعض جمعيات اما الاباء او جمعيات المشغله، واحيانا حتى بعض الاداريين، يعني بعض الاداريين خاصه في المديريه بالخصوص يمارسون عليهم نوع من الشطط ونوع من التسلط، بالتالي هؤلاء يحتاجون الى ان ناخذ بيدهم. للاسف الشديد هؤلاء الذين عقدوا معنا لقاء هم اغلبهم كانوا في البدايه مع واحد النقابه، والنقابه للاسف الشديد اكتشفوا انها تماطل وربما يعني ليست جادة في 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 تعاطي مع ملفهم، لدرجة أنهم فوجئنا عندما قالوا لنا أنهم عام ما تخلصوش، سنة كاملة لم يتلقوا أجورهم، رغم أن العام اللي فات إذا تذكرتوا دارت لقاءات ودارت ما يمكن ما يسمى بفتح باب العروض أمام يعني ذاك الجمعيات اللي بغيت تاخذ التعليم الأولي، وخدات جمعيات كاين اللي جزء منها توصل بالمنح او توصل بالمستحقات من طرف المديريه، وجزء اخر لم يتوصل بهذا المنح. كاين ملف اخر مرتبط بهذا الشيء ديال ما هو مالي ما يسمى بي تي ان 20 وقيلا سي، مرتبط داك الشيء ديال التسامح ولا شيء. عندنا في المؤسسه في الاقليم ربما كاين واحد 3 ديال المؤسسات لكسوس، وكانت اعتقد المغرب الجديد مؤسسه كانت ماء العين واحد الوقت، هذه المؤسسات هذه المشاريع اللي فيها فلوس من طرف داك البرنامج ديال التحدي الالفيه، ومشاركه ايضا ديال هذاك رابطات ديال العلماء المحمديه، يعني مشاركه هذا مشروع كبير ديال التسامح حكيتو، واللي دار تاع 2000 مشروع كبير، لا مشاركين فيهم، لا الدعم الألفية بوحده، هذا مشروع ديال التسامح ومشاركة فيه الولايات المتحدة الأمريكية عبر هذاك التحدي الألفي برنامج. نعم هو هذا. وفيه المديرية أو الوزارة بشكل عام ورابطة العلماء المحمديين. هاد مجموعة من الأندية، مجموعة من خصوصا ملف في ليكسوس بالخصوص اللي مطالع عليه بشكل جيد، أنه الناس داروا الأندية، داروا الأنشطة، من المفروض أنهم يتلقوا الدفعة الأولى والدفعة الثانية ديال المنحة. اللي مقرر المفروض 9000 درهم ويمكن المره الثانيه وقيلا 9000 درهم، المهم في مجملها 20000 درهم لكل مؤسسه على ظرف 3 سنوات، هما اشتغلوا السنه الماضيه ودابا دخلوا السنه الثانيه وما تلقاوش هذا الدعم وما تلقاوش هذه المنح عفوا، بمعنى هذه الفلوس فين تيمشيو؟ هذا سؤال كبير خصو يطرح على مستوى المديريه الاقليميه ويمكن تطرح او يتبناه. جوج دفعات مازال ما توصلوا لهم. لا كاين مؤسسه في الكسوس اللي عارف انا مازال ما توصلوش بهم، بالتالي ربما كانت الاستاذه معنا كانت هي المعنيه بالضبط هي المنسقه ما توصلوش حتى بشي. على كل حال هادو هما ابرز محطات لابد من ذكر النقائص، ولدينا من الجرأة ما نقول او ما نذكر بنقائصنا وعيوبنا، على الاقل سجلناها نحن كمكتب، يعني سجلناها يمكن تسجلوا انتم. كلمة دوزو النقائص ديك النقطة هي الأساتذة ديال أوراق التصحيح، تعويضات أوراق التصحيح. نعم. والعارضة التضامن. نعم. بالنسبة لأوراق التصحيح هذا راه كنا أعتقد 2018
2018 بالضبط من بالاشكالات المطروحه في ماشي غير اوراق التصحيح. احنا كنا عقدنا جلسه مع المدير الاقليمي لمناقشه اوراق التصحيح وظروف اجراء التصحيح مراكز التصحيح، لان للاسف الشديد مهينه. فاستاذ كيجلس 8 ساعات على كرسي ديال التلميذ مشقوق من الوسط، طاوله مكتف فيها، راه اخلاقيا غير مقبول، اخلاقيا بعدا وتا صحيا بالنسبه للاستاذ. وقلنا للاسف الشديد المساله هذه. ثانيا بالاضافه لان حتى المكتب الوطني طالب بانه داك الرفع من قيمه التعويضات الهزيله جدا. حنا طالبنا على الاقل الرفع، لان ما عندهمش قدره باش يرفعوا، ولكن على الاقل اسوه من بعض المديريات وبعض الاكاديميات انه داك الاوراق الصفراء تحتسب للاستاذ ما دام الاستاذ مسؤول عنها وكيسيزيها كغايب ولا كغاش او كشيء من هذا القبيل. على الاقل تم تعويضها. وقمنا بهذا الاطار بمبادره ديال جمع التوقيع ديال تقريبا شي 270 استاذ، ورفعناها للجهات المعنيه. للاسف الشديد كان تعاطي ديال الجهات المديريه الاقليميه بالاذان الصماء لم تستجب لا على مستوى اعداد يعني مراكز التصحيح يعني تحترم كرامه نساء ورجال التعليم وتاخذ بعين الاعتبار الظروف والمعاناه اللي تمروا منها، خاصه وتكون عليهم ضغط ديال الاسراع في التصحيح وفي انهاء التصحيح في اجال قصيره، وطبعا الظروف ديال الاقامه ما تكون الظروف ديال التصحيح ما تكونش مناسبه. ثانيا مساله اللي المفروض انها توفر في مناطق اخرى وكتوفر هي الاكل، يعني المأكل والمشرب المفروض انه يتوفر، حيت كاينه ميزانيه خاصه بهذا التصحيح. وللاسف الشديد من افشل في الحقيقه المعركه افشلتها نقابات بعينها، لان عندما تعاطت المديريه بالاذان الصماء اقترحنا ان نقاطع عمليه استخلاص داك الجدريان اللي كان كيديروا لنا وكنشدوا عليها الصف ايضا بحال شي واحدين خدامين في الموقف ولا تيديروا شي عمل وتيجيو كيشدوا الصف تتسنى شحال يعطيك 150 درهم 200 درهم 300 درهم قدام الناس بواحد الشكل مهين. وقلنا على الاقل نقاطعوا بعد داك العمليه، اولا نظرا لداك العمليه ماشي اخلاقيه مهينه، وفي نفس الوقت هذه اليه من اليات الضغط لكي يحتسبوا داك الاوراق الصفراء، يعني ما ناخذوش داك الفلوس حتى يحسبوا لنا الاوراق الصفراء. طبعا الوزاره او استغلت المديريه استغلت الجائحه السنه الماضيه ولات داكشي بلي كونت، وحتى هاد لي كونت عاوتاني طرح فيها اشكال، لانه كاين مجموعه من الاساتذه ما تلقاوش الاموال ديالهم بالتعويضات ديالهم في الوقت ديالها المناسب بدعوى انه الكونت ما كانش واضح فيه شي رقم او شي حاجه ما تقابل. على كل حال وقعت فيها هذه المشاكل، يمكن هذا راه مازال ملف مفتوح على كل الاحتمالات. مازال ما اعتقد مازال ما تخلصوش. على كل حال هذا ملف يعني ممكن ربما المكتب المقبل يتحمل مسؤوليه تسطيره ووضع حلول له او خطوات معينه لهذا الجانب. اذا كان شي حاجه ربما ما نسيتها يمكن تفضلوا الرفاق قبل ما ندوز لهذا الشيء ديال النقائص اللي سميتها انا، ما قدرناش نلقاو الحل. ربما نفكر مستقبلا في كيفيه التعاطي معه. بالنسبه للنقائص اعتقد على المستوى الاشعاعي نقص الندوات كما قلتها قبل قليل وفي المحاضرات وفي التواصل المباشر بين نساء ورجال التعليم بمقرات عملهم، لان قررنا ما من مره زيارات ميدانيه وعقد لقاءات ميدانيه مع نساء ورجال التعليم في مقرات العمل ديالهم. للاسف الشديد لم ننجز ولا لقاء ولا زياره لهذا الغرض. قمنا بزيارات اثناء التعبئه للاضرابات بالتعبئه للوقفات المحطات النضاليه، ولكن ان نقوم بزياره فقط كما كنا سبقنا تنقوم بها والدليل والنموذج والصارخ اللي كان عندنا دائما نستشهد به ونموذج ديال المشيشي اللي عقدنا لقاء مع اساتذه ديال ابتدائيه المشيشي بن عروس، لقاء خاص بالمؤسسه ومع اطر المؤسسه وكان ناجحا وعطى الصدى ديالو وعطانا قدره على التواصل مع منخرطين ومنخرطات واستقطاب ايضا منخرطين ومنخرطات للجامعه الوطنيه للتعليم. هذه العمليه ما قدرناش نقوم بها للاسف الشديد وبين النقائص اللي اعتقد انها مشكل بالحقيقه، خصنا نقوم بهذا الشيء وخصوصا الجامعه الوطنيه دير هذه العمليه دي وتكون صارمه وحاسمه في التواصل مع نساء ورجال التعليم اماكن العمل. وكنقصد هنا اماكن العمل المناطق النائيه ماشي في التجاريه او في شي منطقه هنا اللي هي كل شيء كيقدر يتواصل معه. التكوين ايضا لم نعقد او لم ننظم ولا
ندوة أولى لقاء تكوينيا، وهذا طبعا من النقائص التي أعتقد أنها يجب أن نتداركها مستقبلا. تكوينات مهمة جدا، والتكوين في مجموعة من الميادين، إما المعرفي الديداكتيكي في المواد الدراسية والجانب القانوني والتشريعي المدرسي وغيرها، أو في الجانب النقابي، إضراب، النقابة، التفاوض، آليات، أو كاين مجموعة، أو في هذه المراسم والمذكرات الصادرة، قانون الإطار، الإضراب، إلى غير ذلك. ما ندير نجو ندوات، ولكن أعتقد أنه نحتاج إلى تكوين داخلي بعد الأطر و يعني أستاذات وأساتذات المنخرطين في الجامعة الوطنية للتعليم والمتعاطفين أيضا معها. التوسع التنظيمي أيضا مازال عندنا نقص في التوسع التنظيمي. صحيح استطعنا أن نهيكلو أو نأسو فرع ديال العوامرة الزوادة، ولكن الرهان كان أكبر، كان عندنا رهان أن نأسو فرع ديال عياشة بن عروس، كان رهان أيضا عندنا مشكل في القصر الكبير ومشكل حارق، وكان اعتبروه نقطة ضعفنا حاليا، لأننا القصر شبه مشلول، المكتب شبه مشلول، الرفاقة والأعضاء ديال المكتب ما حضروش معنا أصلا، إذن راه ما كاينش مكتب في القصر. إذن خصنا بالرهانات المطروحة على المكتب الحالي وشنو الحلول اللي ممكن يلقى ويوجد لتجاوز إشكالية القصر الكبير، خاصة ونحن نعرف أن القصر الكبير يعش بالمناضلين مناضلات وفيه مبدئيين مبدئيات، وبالتالي طاقات كبيرة جدا تحتاجها الجامعة، وهم أيضا يحتاجون الجامعة بمواقفها وبقناعاتها وبخطها.